أصدقائنا اليوم الشباب ويانا من إمارة الفجيرة من الإمارات العربية المتحدة. أول مرة زرنا دير هاغارتين اللي رممها شيخهم القاسمي الله يحفظه. وورا ما زرنا الدير الشباب قالوا نروح نسوينا اليوم جولة مع المشاوي، فتسوقنا دجاج وعلى سمك وجينا على المنطقة اللي كلكم مارين وشايفين بحيرة سيبان. يلا الشباب صار لهم يومين هنا وباقي لهم بعد يومين ثلاثة، إن شاء الله تستمتعوا. إن شاء الله نتمنى لكم إقامة سعيدة.